اهلا بيكم. قبل ما نبتدي اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. فيديو النهاردة عن فتح باب الحجز للمرحلة الرابعة من كومباوند جاردينيا سيتي. جاردينيا سيتي هو مشروع سكني عبارة عن شقق وفيلات وتوين هاوس. هو مشروع ضخم جدا بين شركة الأهلي صبور للتطوير العقاري وشركة فاوندرز هايد بارك بالتعاون مع البنك الأهلي وبنك مصر. وشركة فاوندرز هي المسؤولة عن المبيعات والتسويق، والمرحلة اللي تم فتح باب الحجز فيها هي المرحلة الرابعة للكومباوند، لأن كان في 3 مراحل سابقة وكانت ناجحة ونسبة المبيعات كانت كبيرة. موقع الكومباوند مميز جدا على أول طريق السويس الماظة، وقريب من زهراء مدينة نصر، ودقايق من القاهرة الجديدة ومصر الجديدة. الكومباوند على مساحة 662 فدان، وفي مساحات خضراء وشقق وفيلات وتوين هاوس كاملة التشطيب وجاهزة للسكن. الخدمات الموجودة في الكومباوند: مسجد، أمن وحراسة، قاعة احتفالات، باركينج، مدارس وحضانات، تراكات للتريض والمشي، حمامات سباحة، جيم، نادي رياضي، ملاعب رياضية، بنية تحتية وغاز طبيعي، مول تجاري ومحلات. مميزات كومباوند جاردينيا سيتي: أول حاجة موقع المشروع المميز لأنه قريب من المناطق الحيوية زي الطريق الدائري والتجمع ومدينة نصر ومصر الجديدة، وكمان قريب من مدينة بدر والشروق والعاصمة الإدارية. تاني حاجة المساحات اللي بتناسب جميع الأذواق. تالت حاجة تشطيب وجهات الكومباوند والوحدات السكنية على مستوى عالي وراقي. رابع حاجة جميع الخدمات شغالة ومحلات مفتوحة. خامس حاجة في مصاعد كهربائية. بالنسبة للأسعار، فأنا عايزة أنوه إن الأسعار قابلة للتغيير ويجب التأكد من الأسعار قبل الشراء. أسعار الشقق تبدأ من 1,400,000 بمساحة 120 متر مربع، 3 غرف ومطبخ وحمام. بالنسبة لأسعار الفلل المستقلة تبدأ من 6,500,000 بمساحة تبدأ من 400 متر مربع. التوين هاوس يبدأ من 4,000,000 بمساحات تبدأ من 280 متر مربع. بالنسبة لعملية الحجز بتتم عن طريق توجه العميل لأحد فروع بنك مصر، ويتم إيداع مبلغ 50,000 جنيه، دي بتبقى جدية حجز، وبتكون في حساب شركة فاوندرز للتسويق العقاري، ودي المعلومات الخاصة بالشركة موجودة على الصورة قدامنا، وهسيب لكم رقم المبيعات في صندوق الوصف. بعد غلق باب الحجز بيتم الاتصال بالعميل من خلال الشركة للحضور واختيار الوحدة السكنية للتخصيص. نظام السداد بيكون 10% مقدم وتقسيط الباقي على 6 سنوات بدون فوائد، بتبقى أقساط ربع سنوية، يا إما 15% مقدم والباقي على 7 سنوات بدون فوائد أقساط ربع سنوية، يا إما 20% مقدم والباقي على 8 سنوات بدون فوائد أقساط ربع سنوية، وفي كمان وديعة صيانة قيمتها 10%. وبالتوفيق للجميع إن شاء الله. ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وشكرا. أشوفكم في فيديو جديد.